ما حكم الآتي؟ واحد، يقول بعض الإخوان يأتون هنا مبكرا ويحجزون لبعضهم أماكن في مقدمة الصفوف، ونحن نأتي من بعيد ولا نجد إلا المؤخرة. يبكروا بكروا حتى تسبقوا هؤلاء. والحجز في المسجد أجبنا عليه عدة مرات، قلنا إذا كان الإنسان في المسجد وذهب يتوضأ ولا يجيب لحاجة من السيارة أو من البيت ووضع في مكانه شيئا لا بأس بذلك، لأنه في حكم الحاضر، لأنه في حكم الحاضر. أما الذي يحجز ويروح ولا يأتي إلا متأخرا وينصرف لنومه أو لأعماله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز.